وللوقوف على آخر تطورات المشهد في الناصرية، ينضم إلينا كاظم ماجد وهو ناشط في التظاهرات عبر الهاتف من ساحة الحبوبي بالناصرية. أهلا بك كاظم. كاظم، كيف تصف لنا الآن الأجواء في ساحة الحبوبي وتوافد المتظاهرين إلى الساحات والشعارات أيضا التي يطلقونها؟ اهلا وسهلا بك استاذي العزيز وبقناتكم الكريمه وبمشاهديك الكرام. حقيقه ساحه الحبوبيه لا تشهد توافد المتظاهرين من الاقضيه والنواحي ومركز المدينه. بعد ان شهدت هذه المحافظه الاحداث الاخيره لاجتياح الميليشيات في بعض القيم واحراق ساحه الحبوبي وقتل بعض المتظاهرين واصابه اعداد اخرين وبث حاله الرعب والفوضى بين صفوف المتظاهرين. الان عادت ثوره تكرين وبقوه، وانتم تستمعون الى هذه الاصوات التي ترد الشعارات تحيي ثوره تشرين وتطالب بتحقيق المطالب المشروعه وعلى راسها محاسبه الفاسدين والقتله الذين تعرضوا منذ 11 ولحد الان الى قتل المتظاهرين. وصول أعداد كبيرة حاليا تتوافد إلى ساحة الحبوبي، بحيث أصبحت ساحة الحبوبي تكتظ الآن بالأعداد الهائلة. وأنتم تستمعون إلى هذه الأصوات، أنا حاليا في وسط ساحة الحبوبي وبين المتظاهرين ومن قلب الحدث مباشرة. نعم، أيضا يعني بالنسبة لمعنويات المتظاهرين، هل أثرت عليهم؟ كما تعلم هناك حملات اعتقال وملاحقة تشنها القوات الأمنية خلال اليومين الماضيين، كل ذلك هل أثر على معنويات المتظاهرين؟ أستاذ العزيز، عمليات الاعتقال لم تؤثر على المتظاهرين، بل زادتهم عزما وإيمانا بقضيتهم وبمطالبهم المشروعة التي خرجوا من أجلها منذ أكثر من سنة وشهر تقريبا. حاليا المتظاهرين كلما تعرضوا الى عمليات قتل واغتيال وعمليات ترهيب من قبل الحكومه والميليشيات المرتبطه بها، نرى ان حاليا المتظاهرين يزدادون عزما، ونراهم الان ينزلون الى ساحه الحبوبي بكثره. عدد من المتظاهرين حاليا يستقبلون بعض الوافدين من الاقضيه والنواحي. قبل قليل وصلت ناحيه قضاء النصر، وحاليا قضاء الشطرة هم في طريقهم الى ساحه الحبوبي، وعدد من المتظاهرين يستقبلونهم بهتافات نعم العراق. نعم، بالنسبة لتعامل الجهات الأمنية مع هذه التظاهرات ومع هذه الأعداد التي تصل إلى ساحة الحبوبي، كيف تعاملت القوى الأمنية مع كل ذلك، وهل هناك يعني مضايقات أو منغصات؟ لحد الآن لم نشهد أي حالة تعدي أو تجاوز على المتظاهرين، بل أن الأمور تسير بسلاسة تامة. المتظاهرين يدخلون من كل منافذ الحبوبي، من جهة إبراهيم الخليل ومن جهة الحضارات ومن جهة شارع الأطباء ومن جهة شارع التربية. لا يوجد تضييق أمني حاليا، اليوم بالذات هذه الجمعة اليوم لم نشهد أي تضييق من قبل القوات الأمنية. أيضا وجود الميليشيات تبدو مختفية تماما هذا اليوم بعد انسحاب ميليشيا الصدر من المصلى مباشرة وعودتهم إلى منازلهم. بالنسبة للمعتصمين في هذه الساحات، يعني كيف يتلقفون؟ تعلم أن ساحات المحافظات المنتفضة انطلقت في تظاهرات نصرة للناصرية وثوارها، يعني كيف تجد الثوار، كيف يتلقفون هذه الدعوات وهذه المظاهرات الأخرى في باقي المحافظات؟ حاليا اكو تضامن معنا من كافة المحافظات المنتفضة، النجف والكوت والبصرة وعدد من المحافظات المنتفضة الأخرى. الثورة عادت من جديد، لا يوجد هناك من يستطيع أن يقول بأن الثورة قد انتهت، بل أن ثورة تشرين قد أصبحت في أوج قوتها حاليا، وكافة المحافظات تضامنت معنا، وهناك وفود قد وصلت إلى محافظة الناصرية، وفود من كافة المحافظات، والان هم يشاركون معنا ويستقبلون الوافدين من الاقضيه والنواحي. اذا كاظم ماجد الناشط في التظاهرات، كنت معنا عبر الهاتف من ساحه الحبوبي بالناصريه، شكرا جزيلا لك.